السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. في الحقيقة حبيت نعمل هذه الفيديو اللي يعتبروها يعني فيديو عبارة على استراحة على الفيديوهات اللي نعملوا فيهم حول أصل الإنسان وأصل المعتقد، اللي باش نحاولوا من خلالها نفهموا ما هي الظروف التي أدت إلى ظهور ما يسمى بالديانات الإبراهيمية، واللي يهمنا في الدرجة الأولى هو الإسلام. حبيت نعمل هذه الفيديو باش نجاوب على سؤال يعني طرحه أحد الأشخاص، وفي الحقيقة هذا السؤال يعني طرح عدة مرات وحتى أنا قبل طرحته على نفسي، وهو لماذا الإنسان يجد صعوبة في الخروج من المعتقد أو من الدين بصفة عامة. احنا توا يعني في 2016 والإنسان مازال يلقى صعوبة في التخلص من الدين والمعتقد، يعني بعبارة أخرى الإنسان يحس روحه قاصر على أن يتحمل المسؤولية متاعه ويكون عنده الشجاعة باش يعمل على نفسه. لماذا الإنسان سوى فرد أو مجموعات محتاجين للمعتقد؟ هذا سؤال يعني جدا كبير، يعني الخروج من الدين أو من الاعتقاد بصفة عامة ليس أمر سهل، وهذا يعرفوه اللي خرجوا من الإسلام أو من المسيحية أو من اليهودية أو غيرها من الديانات. في الحقيقة هذا السؤال يتعلق بعلم النفس. علم النفس تعرفوا اللي هو علم الآن أصبح يعني علم صحيح يعني نوعا ما، ويعتبر جدا مهم لحل المشاكل الفردية للإنسان. صحيح احنا في العالم بين قوسين الإسلامي متاعنا اللي يمشي العالم نفس يعني يحسبوه مريض نفسيا، وهذا مش صحيح. علم النفس شنو يبحث هو بالذات؟ هو يبحث ما يسمى بالعقد أو بالأشياء اللي تخلي الإنسان ميقدمش في حياته. أنا وقت بحثت هذا الموضوع وتكلمت مع أطباء نفسيين في هذا الموضوع أكدوا لي يعني حقائق جدا مهمة خاصة فيما يخص المعتقد. كما الإنسان العادي الفرد، أنا أنت هذاك هذاك أي إنسان، تلقاه ساعات يتصرف تصرفات أو يعمل حاجات ما غير ما يشعر. شنو يبحث علم النفس معنتها بالضبط؟ يبحث على الأسباب اللي تخلي الإنسان يتصرف بتلك الطريقة، وعلاش معنتها معقد ولا خايف، ولا علاش يحب هذه الحاجة وعلاش يكره هذه الحاجة. يعني هذه طبيعة إنسانية. احنا نعرف وقد قلنا عدة مرات ان الإنسان رغم معنتها هو خارج من عالم الحيوان، ولكن الإنسان تميز بشيء مهم هو الوعي. الوعي مش بالكون فقط أو بما حوله، وإنما الوعي بنفسه. هذه هي النقطة المهمة. الإنسان قبل ما يكون عنده الوعي، يعني باش نضرب مثال في المسألة هذه، يعني كان يشوف النور ويشوف الظلام، ولكن لم يعي بالنور والظلام. وقتها وصل المرتبة من المراتب متاع التطور وخلاه يميز من بين النور والظلام، بحث عن مصدر
هذا النور ومصدر هذا الظلام بين قوسين، لأن الظلام في الحقيقة يعني ليس له وجود فعلي. فوجد أن النور المصدر متاعه هي الشمس، فعبد الشمس. يعني قبل كان عايش النور طريقة طبيعية، ما فما حتى مشكل، ولكن عندما حصل له الوعي تبدلت حياته. هذاك علاش أنا نقول إن الإيمان يعني هو النقطة الأساسية اللي يميزت الإنسان عن الحيوان. هذه معناتها نقطة ياسر مهمة. يعني الإنسان مستحيل يعني يمكن أن يكون إنسان وهو ما يحملش في داخله إيمان. وعندما نقول إيمان هون نتكلم على الخيال، نتكلم على الأحلام، نتكلم على الآمال، نتكلم على الطموح، نتكلم على الحب، على الأحاسيس. كل هذا الكل داخل فيما يسمى بالإيمان. نرجع للموضوع متاعنا اللي حبيت نحكي عليه، هو المعتقد أو الأديان وعلم النفس. فما فكرة معناتها غنوصية هي تقول إن الأمور واضحة لكن الإنسان لا ينتبه. فما حاجات معناتها ما ينتبهش لها وإلا يعقدها. يمكن مش هو يعقدها وإنما طموحه لمعرفة الحقيقة، وهذا الوعي والحب الكبير لمعرفة الحقيقة يخليه يعقد الأمور ويجعلها صعيبة. وطبعا مسألة أخرى أيضا هي إن ما يسمى بالاحتكار للعلم وللمعرفة. هناك أشخاص يعني يحبون أن يحتكرون العلم والمعرفة بحجة إن عامة الناس ما تفهمش. يمكن في وقت من الأوقات كان الإنسان أقل وعي وأقل فهم، ولكن أتصور إن الإنسانية الآن لكلها ماشية نحو أكثر وعي وأكثر معرفة. يعني ماكش محتاج باش تكون فيلسوف باش تفكر، وماكش محتاج باش تقرأ كتب وتولي معناتها تاخذ شهائد عالية باش تفكر. التفكير هو في داخل كل واحد فينا مهما كان. إذن علم النفس اللي حبيت نقولها معناتها النقطة المهمة، يبحث ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يتصرف أو يفكر أو يخاف أو يحب أو يكره أو يميل لشيء دون آخر. أنا هنا باش نذكر لكم قصة حكاها لي أحد الأطباء يمكن تفهمكم أهمية الماضي متاعنا، سواء الماضي كفرد في التربية متاعنا. يعني يمكن الآن يعني العلم قال لك الإنسان من اللي في بطن أمه يتأثر. يعني عركة أو صياح أو عياط أو ضرب أو إهانة أو قهر تتعرض إليه الأم وهي حامل يمكن يغير مصير الإنسان اللي في داخلها، معناتها تغيير كلي ويمكن يعقده. فما بالك على التربية اللي هي جات باش تصلح بعض الأخطاء اللي عملهم الإنسان بشعور أو لا شعور. نفس الشيء عندما ناخذ الإنسان، ناخذ الإنسانية بصفة عامة. يعني الإنسانية الظروف اللي مرت بها مدة ملايين السنين خلقت ما يسمى بالمعتقد. يعني المعتقد أو الدين بحد ذاته بصفة عامة هو مخزون داخلي في شعورنا في إحساسنا. هذاك علاش في علم النفس يعني ندرس ما يسمى الأسطورة، الأسطورة والخرافات والقصص والأمثلة الشعبية كلها تدرس في علم النفس لأنها تعتبر الذاكرة الإنسانية. ليس بالصدفة ظهر الدين، وليس بالصدفة الإنسان
تخيل حصان يطير أو حيوان يتكلم. ليس بالصدفة الإنسان تصور عروس البحر. هذا الكل داخل من التراث متاعنا القديم جدا، يمكن من قبل حتى الإنسان أصبح إنسان. نذكر لكم القصة هذه البسيطة متاع شخص يعني عمره تقريبا 8 سنوات، هذا يحكيها لي واحد طبيب يعني طبيب نفسي. قال لي فما جاه مرة طفل عمره 8 سنوات، يعني جابته أمه طبعا، قام الصباح من جمش يمشي، هزته الأطباء الكل، عملوا له سكانير، بحثوه، حلوا الدم متاعه، شافوا الأعصاب متاعه، صوروه، ما لقاو حتى سبب للشلل متاعه. شخص رقد عادي 8 سنين، يمشي يتكلم عادي، فهمت؟ قام الصباح يلقى روحه من جمش يحرك ساقيه. مشى لعدة أطباء نفسيين، حبوا يعرفوا يعني شنو اللي وقع قبل في العام ذاك اللي خلاه، فهمت، ما عادش يمشي. ما لقاوش، يعني بحثوا معناتها عام عامين، بقوا يبحثوا 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 شيء، إلى معناتها في يوم من الأيام يعني، والبحث في الماضي بتاع هذا الإنسان، أحد الأطباء النفسيين اكتشف أو علم أن هذا الشخص حدثت له حاجة هو بيده نسيها، نساها، هو بيده ما يعرفهاش الشخص هذا اللي ولا ما عادش يمشي، نساها، لكن وقتها ذكروا بها الطبيب، جاتوا لمحات اللي خلت الطبيب يفهم اللي سبب الشلل متاعو هو الحادثة هذه. المشكلة وقعت له وهو عمره تقريبا 5 سنين، يعني 3 سنين قبل ما يتشل، انه كان راكب على دراجة وكان متعدي في الحومة متاعو وسقط من الدراجة، معناتها طاح من الدراجة، وكانوا هناك أشخاص ضحكوا عليه، أطفال صغار ضحكوا عليه. والغريب في الأمر أو الحاجة اللي أثرت فيه إنه فما وحدة يعني كما نقول إحنا يعزها ويحبها ويقدسها هو صغير، حتى هي قامت تضحك عليه. هو قام البسكليت كمل الطريق متاعه، لكن منذ ذلك الحين ما عادش يركب على البسكليت، وحمل هذاك في قلبه وما حكى عليه حتى حد. ومرت السنوات السنوات والسنوات، وبقى هذاك في الداخل متاعه، ما نقولش في قلبه أما في اللاشعور متاعه، حتى نهار من نهارات ارقد، وقبل ما يرقد اتذكر هذيك الحادثة. ومعه هو كبر في العمر يعني أصبح أكثر وعي بالإحساس نتاعو، عندما قام ما نجمش يمشي، وبهذه الطريقة استطاع أن يفهم الطبيب سبب هذا الشلل. إذن أنا اللي حبيت نقوله إن الإنسانية تؤمن بالدين وما تنجمش تتخلى عن الدين، لأنها مغروس فيها، مغروس فيها مش من التوريث العائلي والاجتماعي وغيره فقط، وإنما في الذاكرة الإنسانية بحد ذاتها. كل خرافة وكل فكرة كل قصة عندها جانب في التاريخ الإنساني. حتى مسألة طوفان نوح، أكيد هناك كوارث وقعت، رغم أن بعض علماء النفس يتكلمون على الطوفان على أساس أن
الإنسان عندما يولد قبل ما يولد يكون في ماء، في كرش أمه يكون في ماء، وعندما تولد أمه تخرج هذاك الماء فتبقى في الذاكرة متاعه على أساس إنها وقعت. إذن الأسباب عديدة تخلينا نؤمن، هي الخوف. الخوف هو أهم نقطة غيرت حياة الإنسان. وأنا نحكي لكم في الفيديو القادم عن القصة اللي حكيها لي أحد الصوفيين في جنوب المغرب، ونظرته أو نظرة لتوارثها هو حول كيف الإنسان أصبح إنسان، ما يسمى بفكرة آدم وحواء. بطريقة أخرى كما قلت لكم، كل شعب عنده الأسطورة متاعه، وكل هذه الأساطير هي تعبر على ماضي سحيق للإنسانية. إذن لا يجب أن نأخذ المعتقد على أساس إنه شيء بسيط، ولا يمكن أن نستهين بالمعتقدات البشرية مهما كانت. حتى الإسلام نفسه لم يظهر صدفة هكذا، هذا تابع تاريخنا. يعني ساعات احنا كملحدين بصفة عامة نتعشبوا علاش المسلم او المتدين متمسك بالدين متاعه، لانك في الحقيقة تريد ان تفصله على الماضي متاعه السحيق. يعني الدين او المعتقد هو عبارة على الارض او الركيزة اللي تربى عليها كإنسان في المجتمع، في العائلة، في كل شيء. فما بالك يعني أنت باش تنحيله ركيزة ليس فردية فقط، وإنما اجتماعية تقوم عليها الشعوب والمناطق، بل ركيزة تقوم عليها كل الإنسانية. راهو ليس من السهل إنك تفصل الإنسان عن ماضيه، هذا أمر صعب جدا. لهذا أنا نقول للملحدين يعني لازمهم يتعاملوا مع المتدين معناتها كالتعامل مع الطفل. لازمك تفهمه وتقول له راك أنت وقت تجي تقول له راهي هذيك خرافات، راك ماكش تحب تقطعوا عن المجتمع أو تقطعوا على تاريخه أو تاريخ شعبه أو تاريخ الإنسانية أو ترجعوا العالم الحيوان، لا، وإنما تريد أن تفهموا أنه هو وصل إلى درجة من الوعي لا داعي للخوف. كما قلت لكم الخوف هو أهم نقطة، وتنقل لكم في الفيديو القادم حول القصة اللي حكاها لي أحد الصوفيين، كيف معناتها الخوف هو اللي جعل الإنسان يصبح إنسان. لأن الخوف حاجة كبيرة في داخل الإنسان، ما فماش إنسان ما يخافش، ليس من السهل. معناتها ما فماش أي إنسان، كل المصايب متاعنا تقريبا تعود للخوف. عندما نقول كل مش الكل، أما أغلبها تعود للخوف. علاش نكذب؟ علاش نسرق؟ علاش نقرأ؟ علاش نخدم؟ علاش الخوف؟ دائما الخوف، وهذا الخوف السبب متاعه هو هذا الوعي، الوعي بالوجود متاعنا. عندما تجي أنت للمتدين وتقول له راهو الخوف هو بحد ذاته خطير، لأن فما قولة وهي قولة غنوصية أيضا وتنسب لعلي، لأن كما قلت لكم علي نسبوا إليه كثير من الأقوال الغنوصية، يقول لك الخوف من الشيء أخطر من الوقوع فيه. على خاطر وقت تخاف من حاجة وقت توقع فيها تتنحى الخوف، وذي يعرفوها الناس الكل. يعني وقتها حتى مثلا
المساجين واللي يتسجنوا واللي يتوقفوا. فترة الإيقاف هي تعتبر أعظم من فترة الحكم، يعني أول ما يحكم عليك الحاكم وتصبح في السجن تصبح الأمور عادية، لكن قبل الحكم تخاف شنو باش يحكموا عليا، عام عامين إعدام، هذيك هي حتى مثلا اللي باش يعدموهم، فهمت؟ هذيك هي الفترة اللي يخافوا منها، يعني يخافوا وقت يجيو يقولوا لهم رانا باش نعدموكم، رغم اللي معناتها يحكم الحاكم اللي هو باش تعدم، لكن يخاف شوية من بعد ينسى، لكن وقت يجي باش يعدموه وقتها تجي الرعب. هذيك هي المشكلة المهمة جدا. سامحوني العصفور متاعي، رغم اللي أنا توا الصباح تقريبا 5 متاع الصباح مانيش فاهمه، كل ما نعمل فيديو يولي يغني، رغم اللي أنا وقت نبدأ أنا وياه وحدنا ونقول له غني لي شوية ما يغني ليش. المهم أنا حبيت نعمل هذه الفيديو باش نجاوب معناتها على السؤال هذا، راه المعتقد ليس شيئا هين، تعدي المعتقد أمر صعب ويحتاج شجاعة وعزيمة قوية جدا، هذا من ناحية الشخص وأي واحد فيكم، يعني خرج من الدين بحد ذاته يعني يعرف الصعوبة ونخذله وقت سنوات، إذا لازمكم تفهموا وتصبروا على الناس وما تحاولوش يعني كما نقولوا احنا تكونوا عنيفين معاهم، رغم انا بيدي كنت عنيف معاهم، فهمت؟ ونفهمكم، انا نفهم الملحدين واللي خرجوا من الدين، فهمت علاش هما عنيفين؟ لانهم حسوا رواحهم انها تم السخريه منهم، لعب عقولهم هما اطفال، ولكن راهو الدين يتجاوز المجتمع ويتجاوز التربية ويتجاوز اللي علموهونا. الدين جذوره في أصل الإنسان، هذا من ناحية. من ناحية أخرى حبيت نقول للمتدينين، راهم هذوما الأشخاص الملحدين اللي يقولوا لكم راهو الدين خرافات، راهو مش يحبوا يفصلوكم عن تاريخكم عن مجتمعكم أو يحبوا يدمروكم، لا، هذوما الأشخاص فهموا اللي الدين راهم قاعدين يسخروا بيكم بي، وراهم علماء الدين كلهم اللي تشوفوا فيهم هذم ما همش يفكروا فيكم، هما يربحوا من وراكم خدمتهم، ما فماش عالم دين واحد مؤمن بالدين متاعه، سواء كان مسيحي سواء كان يهودي، هذا كمورد رزقه وميساعدوش انك انت تولي ما عادش تؤمن، ميساعدوش اللي انت تخرج من الدين لان هو سوف يفقد المنصب متاعه، انك انت تعطيه الفلوس وانت تقبل له يده وراسه وانت تحترمه باسم اله، هذه هي المشكله. راهو الملحدين او اللادينيين اللي ينصحوا فيكم باش تحلوا عينيكم، الهدف متاعهم انهم يفيقوكم على رواحكم كما هما فاقوا، هذه هي النقطة المهمة. يعني لا اللي خارج من الدين لازم يكره المدين، ولا المدين لازم يكره اللي خارج من الدين، يحاولوا يتفاهموا الهدف وقت يناقشوا مش شكون يقنع الآخر، وإنما كل واحد يحاول باش يفهم الآخر، هذه هي النقطة. احنا المشكلة متاعنا وقت نناقشوا نحبوا نقنعوا الآخر فكرتنا، لا، ليس هذا الهدف. الهدف لو فهمنا الآخر وحطينا رواحنا في بلاستو تو نفهموه ونتفاهموا مع بعضنا. ديما الجهل هو سبب الخلاف متاعنا، يمكن نكره فلان أو نكره الشعب الفلاني لأني ما نعرفوش، كان حطيت روحي في بلاسته وتأقلمت معاه وعشت معاه تو نفهم التصرفات متاعه، حتى ما يسمى بالمجرمين بين قوسين،
أو مثلا اللي يتصرفوا تصرفات خاصة لازمنا نحاولوا باش نفهموهم. هذه هي النقطة اللي حبيت نقولها. وراهو احنا ماذا بينا، احنا كملحدين ماذا بينا لو فما إله؟ شكون كره انه يكون فما إله لاهي بي ومعنتها ووقت يطلب حاجة يحققها له؟ لكن مع الأسف ليس هذه الحقيقة. لهذا لازمنا نحملوا على أنفسنا، وأحنا كملحدين بصفة عامة أو لدينيين، وقت نحكيه مع المدينين أو مع المسلمين ونقول لهم فيقوا على رواحكم، عملوا على رواحكم، راهو قاعدين يخدروا فيكم باش ما تطالبوش بحقوقكم. راهو الشعوب، فهمت؟ لو تعرف هذه الحقيقة تولي تعيش كالملوك. علاش ملك والأغنياء عايشين كما يحبوا هما؟ علاش هما ما عندهمش حرام وحلال؟ علاش هاك تشوف أمير المؤمنين بناتهم مش متحجبين؟ شوفوا هاو معناتها حامي حماه الدين بناته، فهمت؟ ولاده يعملوا اللي يحبوا. يا اخي الدين مقصور على الفقراء فقط، باش يطمعوهم، باش يقول لهم يعني وقت يطالب بحقه يقول له تو تاخذ حقك في الاخره؟ لا، يا اما نعيشوا الكل كيف كيف ونتمتعوا بنفس الحقوق، فهمت؟ يا اما لا. علاش انت تاخذ حق اكثر مني؟ اذا هذوما العلماء الجهل اللي هما يعني نجموا نقولوا ادوات السياسه وادوات السلطان. شوف انت الاحزاب السياسيه، شوف النهضه في تونس، شوف هذاك المجرم رشد الغنوشي ولا القرضاوي ولا فلان ولا الحويني ولا ما نعرفش عليه شكون، كيفاش عايشين؟ اوصلوا انتوما باش تعيشوا كيفهم، اوصلوا باش تعيشوا كيفهم، اقل منهم اوصلوا وتحملوا مسؤوليتكم. كل شيء موجود، كل شيء موجود تنجموا تطلعوا عليه، ما عادش يحتاج. معناتها الانسان الان كل تقريبا يعرف يقرا ويكتب، فهمت؟ وينجم حتى كان ما يقراش ويكتب ينجم يفهم ويسمع. فما مثلا الفيديوهات هذه تساعد الناس اللي ما يحبش يقرا. يا سيدي اذا الفيديو هذه يعني قمت طار عليا النوم، قمت بكري قلت خلنا نعملها يعني كاستراحه، وهي فيديو خارجة إطار الموضوع متاعنا لكن باش نصنفها في الإطار. ويمكن ما نعملش فيديو آخر الجمعة هذه لكن نحاول باش نكملوا الفيديوهات متاعنا الأسبوع القادم. وأنا نوعدكم أني ما نتوقفش على الفيديوهات، أقل شيء نعمل فيديو في الجمعة. وشكرا على توزيع الفيديوهات، وشكرا على الأشخاص اللي شجعوا فيا سواء عن نص أو في المباشر. راهو يا اخوتي، اخوتي انتم اخواتي يعني، اخواتي كلكم اخواتي، فهمت؟ اللي تفهموا فيا، راهو العالم ماشي يتطور، وراهو العالم فاق على روحه، واحنا مازلنا راقدين ومتمسكين بالدين. الدين يا سيدي تحب تؤمن، اؤمن بنفسك، اؤمن بالعلم، اؤمن يا سيدي حتى بإله خليه لروحك. وخلينا نتطوروا ونلحقوا بركاب الحضارة ونوليوا بشر، ويزينا من السجود والركوع والاستعباد والتخلف والجهل. هذا اللي نقوله لكم أنا معنتها في آخر حياتي، شبقالي فهمت؟ نموت ونمشي على روحي، فهمت؟ لكن فكروا في الأجيال القادمة، في ولادنا. شوف الحروب اللي توقع، شوف المشاكل اللي توقع، شوف الفقر اللي عايشين والشعوب متاعنا، شوف العالم فين عايش، واحنا عايشين في الهم نستناو في رحمة ربي. راهي كان انتي ما ترحمش روحك، فهمت؟ ما يرحمك حتى انسان. اذا فكروا في رواحكم كأشخاص وكأفراد، وفكروا في المجتمعات متاعكم وفي شعوبكم، وشاركوا البشرية في انسانيتها وحضارتها. وشكرا، ومع فيديو قادم، وبسلام.